أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نستضيف تجربة شعرية واعدة لشاعر انصهر بتراب أرضه، وإن كان حمل أثرا وقليلا من هذا التراب على كتفه رزءا ثقيلا يورثه لأحبته، لصحبته، وربما لأبناء جلدته، وكذلك لذريته. اليوم نحن سنكون مع حالة شعرية ارتبطت وانجبلت بحزنها الشامي حتى تقول إن هناك أرضا وأمانة وطن وحرية لا بد مستعادة. ضيفنا عبر سكايب من مدينة كيلس التركية في الجنوب التركي، معنا الشاعر بشير الصالح. حياكم الله أستاذ بشير، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياك الله أستاذ مصطفى، وأنا سعيد جدا بأن أكون ضيفا على شاشتكم الكريمة، وأن أكون ضيفا على مقدم وشاعر مثلك، وربما يعني أكون أقل من أن أواجه شاعرا كبيرا ومقدما. نحن في ضيافتك اليوم يا صديقي، وأنت من عليه التركيز في هذه الساعة. أنت بطل هذه الليلة أستاذ بشير. بعيداً عن هذه المقدمة الممتلئة بتواضعك الذي يختلف تماماً عن سطوعك وعلوك في القصيدة، بعيداً عن كل هذا، دعنا نذهب إلى الأسئلة مباشرة، ما رأيك؟ تفضل أستاذ مصطفى. ما بين الأرض والقصيدة، هل ثمة علاقة تمثل بشير الصالح؟ حقيقةً يعني الأرض هي القصيدة، والقصيدة تعبر عن الأرض، والإنسان الذي ينسلخ من أرضه لا يمكن أن يعبر عن نفسه، ولن أحسنت. تكون قصيدته معبرة عن نفسه. أحسنت. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الصراع الديمومي الذي يعتمل في نفس الشاعر، وهو يحاول وصف هذه الأرض، وصف فراقها، وصف معاناتها، وصف شوقه لها، حدثني عن الذاتية المحورية التي تمثلك. بالنسبة لي يعني كل إنسان هو ابن أرضه وابن بيئته. نعم. أنا لا أعتبر الأرض هي فقط التراب. الأرض هي المبدأ، هي الإيمان، هي الفكرة، هي ما تربى عليه الإنسان. والأرض كتراب وكأمكنة هي جزء من كل هذا الخليط. فهذا الخليط هو الذي يكون الأرض. أحسنت. في نظري. ما رأيك أن نبدأ ببواكير القصائد قبل أن نعود إلى الأسئلة مجددا؟ شاعرنا السوري الراقي خلقا وشعرا أستاذ بشير، إلى أولى القصائد، تفضل. أنا بدأت الشعر عندما كنت في المرحلة الثانوية، لكن نعم. تعرف أنت يعني بدايات الشباب أول شيء لا يكون هناك نضوج لا نعم. شعري أو لغوي كافي، والمواضيع التي يطرقها الشباب ربما تكون بعيدة عن المواضيع التي نطرقها الآن. أحسنت. بدأت ككل شاب أكتب أبياتاً في الغزل، أكتب متفرقات في هذه المواضيع التي تهم الشباب. نعم. نعم. لم تكن عندي قصائد طويلة في بداياتي. نعم. ربما كانت قصيدة طويلة الوحيدة هي قصيدة التي وجهتها لزملائي أثناء تخرجنا من معهد إعداد المدرسين في حلب، وجهت لهم قصيدة لكل فرد منهم باسمي. نعم. البواكير كانت في معظمها عن الغزل وعن ما يجيش في نفوس الشباب. هذه التي تستوعب مرحلة التشكل الشعري، مرحلة اكتشاف الذات الشعرية في حس الشاعر لغة وشعورا. الآن اقرأ علينا أولى القصائد التي تود أن تلقيها في هذه الأمسية، إلى أولى القصائد شعرا وإلقاءا، لك المنصة والمنبر، تفضل أستاذ بشير. أولى القصائد التي سألقيها هي قصيدة كتبتها لمدينة اسطنبول. طبعا ربما كتبت هذه القصيدة الوحيدة لمدينة اسطنبول. نعم. لا أبتعد فيها عن الوطن الذي شرحته لك فيما سبق. تفضل. قلت فيها: يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري،
ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار. الله. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها حييت من طيار. يا أيها الطيار أرسلني إلى أعتابها حييت من طيار. يا أنت يا اسطنبول، يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار. يا والله. يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنتني لقساوة الإعصار. يا زهرة فواحة ما عابها أن تنتني لضراوة الإعصار. يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعلم والإيمان والإصرار. يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال لا الأعمار. علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار. علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار. الله. علمتني أن الممالك حسمها بالعدل لا بتطاول الأسوار. الله عليك. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. متى ستعلم هذه الأخبار شاعرنا الجميل جدا أستاذ بشير؟ هذه الأخبار متى ستصل؟ إن شاء الله في زيارة قادمة لإسطنبول، وفي مشاركة إن شاء الله مع نخبة من الأحبة هناك إن شاء الله. ونحن كلنا لهفة وشوق إلى تشريفك وأن تنزاح هذه الغمة عن العالم أجمع بإذن الله، وتعود حتى نكحل أعيننا برؤيتك ورؤية كل الأحبة ذوي القلوب البيضاء، وأنت منهم ملبسا و جوهرا في الجوهر والمظهر ما شاء الله، دائما متألق أستاذ بشير. لعلني أخذك الآن واسمح لي نذهب إلى سؤال مختلف، هل أنت جاهز؟ تفضل معك أستاذ. ما بين الضياع وفكرة الوطن، ما الذي يعتمل في نفس الشاعر بشير الصالح كلما سمع مفردة ضياع؟ تفضل. في الحقيقة المؤمن لا يضيع أينما كان، لديه من إيمانه، لديه من عقيدته، لديه من مبادئه ما يجعله في أي مكان يجد نفسه. هو قد يتغرب، قد يشعر بالحزن، لكنه لا يضيع طالما الإنسان يعرف مبادئه ويعرف مبدأه ومنتهاه، فهو لن يضيع بإذن الله. نعم. دعنا نذهب في عمق التفسير الشعري ونقاش شعري. إذا أردنا أن نتكلم عن فكرة الوهج والرسالة، الرسالة المتوهجة بفكرتها ينبغي أن تكون أيضاً متوهجة بالنص الشعري. يعني نجد أحياناً رسالة سامية والتعبير عنها يكون بلغة ركيكة أو مبتذلة أو مكرورة ما شابه ذلك. ألا تستحق الرسالة الشامخة العالية شعراً شامخاً مثل الذي يكتبه بشير؟ بالتأكيد الرسالة السامية تستحق كلاماً سامياً، لكن قد يقصر أحياناً، يقصر التعبير، تقصر المفردات عن وصف
الرسالة السامية. نعم. أنا أعتقد أن كل رسالة سامية، كل من كتب لها هو أقل من هذه الرسالة حتما. أحسن. لأن يعني نور الشمس لا يمكن وصفه، لأن الجمال المطلق لا يمكن التعبير عنه، فلذلك تكون الكلمات أقل من مستوى الرسالة التي يمكن أن يعبر عنها الإنسان. إلى ثاني القصائد إلقاء أستاذ بشير، ماذا ستقرأ علينا الآن؟ لك الكلمة. سأقرأ عليكم قصيدة كتبتها من وحي مضايا. من وحي مضايا. مضايا قصيدة للأستاذ منتصر سعيد، وهو صحفي مصري وصحفي مصري وشاعر. نعم. كتب قصيدة عن مضايا أثناء حصار مضايا. نعم. والمجاعة التي حصلت هناك ووقعت. نعم، ربما تأخرت قصيدتي عنها طويلا، لكنها من وحي مضايا. تفضل، خذنا إلى وحيك ومضايا التي تحب ونحب جميعا طبعا. أطلقت للأفكار قيد عناني، وحللت من عقد البيان لساني. أبحرت في كل العوالم هائما، أمضي ولا أرسو على شطآني. كم غصت في لجج الظلام مراقبا فجر الهوى من لحظها الفتان، ما كان يقتلني بلحظ عيونه، ما كان يقتلني بلحظ عيونه إلا الذي بالثغر قد أحياني. الله. ووقفت بالأطلال معتبرا بها، ووقفت بالأطلال معتبرا بها أبكي، وما يدريك ما أبكاني. الله. لو لم يكن قلبي بقلب رحالهم، لو لم يكن قلبي بقلب رحالهم ما سرت خلف الركب والأضعان، ما شرقوا إلا وشرق خلفهم رفقا به يا حادي الركبان. ما شرقوا إلا وشرق خلفهم رفقا به يا حادي الركبان. الله عليك. حاولت أن أنسى الجراح وإذ بها، حاولت أن أنسى الجراح وإذ بها، تنكى على الإهمال والنسيان. حاولت أن أنسى الجراح وإذ بها تنكى على الإهمال والنسيان، وشربت من حلو الحياة ومرها حتى ألفت المر في فنجاني. يا الله. وشربت من حلو الحياة ومرها حتى ألفت المر في فنجاني، ورضيت بعض العدل في محبوبتي. يا الله. ورضيت بعض العدل في محبوبتي، وأنفت كل العذل في أوطاني. يا إلهي. يا ويحها كيف استحال رجالها ألعوبة في قبضة الصبيان. ورضيت بعض العدل في محبوبتي، وأنفت كل العذل في أوطاني. يا ويحها كيف استحال رجالها ألعوبة في قبضة الصبيان. أسفي على وطن تناثر ورده، قتلت ملائكه فدى الشيطان. هل انتهت القصيدة أم أن حشرجة مضايا أبت إلا أن تقاطعك فتذكرك بحزنها، وإن من خلال شيء من الألم الذي يحضر في الحنجرة؟ أحيانا ما يستقر في القلب تفصح عنه الكلمات وتظهره حنجرة الشاعر. ما يستقر في القلب لابد أن يظهر أثره في الحناجر. أعتقد أن النص لم يكتمل بعد، ولك أن تكمله إذا أحببت. تفضل. سأكمل. أسفي على وطن تناثر ورده، قتلت ملائكه فدى الشيطان. يا الله. يكفيك من نكد الزمان بأن ترى غربانه تعدو على العقبان،
لا شيء ينفطر الفؤاد لمثله كتحكم الجبناء بالشجعان. والله ويطيش ميزان القضاء ورشده إن صار من يقضي الحقوق الجاني. سئمت سيوف العز من إغمادها، سئمت سيوف العز من إغمادها، وخيوله اشتاقت إلى الفرسان. قد ثار هذا الموج بعد ركوده، فاهتز عرش الظلم والطغيان، والنار من تحت الرماد تأججت لتطيح بالطاغوت والأوثان. الله. والنار من تحت الرماد تأججت لتطيح بالطاغوت والأوثان. كم حاولوا تفريقنا وشتاتنا، وقد اتحدنا اليوم في الميدان. إن أن في أرض الكنانة ثائر لمس العراق الجنب في بغدان. ما شاء الله. إن أن في أرض الكنانة ثائر لمس العراق الجنب في بغدان. لا تحسبوها اليوم حرب مصالح، لا تحسبوها اليوم حرب مصالح، فالحرب بين الكفر والإيمان. والله. من كان يطربه الرصاص فلن يرى طربا لنوح الناي والعيدان. أو كان يشتاق الجنان وحورها لن ينثني إن مال غصن الباني. قولوا لمن ظنوا بأن عفافها لتبدل الأيام غير مصان. ليلى تتمنع كل علج وصلها، وليخسأ الغازون من إيران. عربية تبقى دمشق على المدى أموية التاريخ والتيجان. ليلى مجددا. ليلى ستمنع كل علج وصلها، وليخسأ الغازون من إيران. عربية تبقى دمشق على المدى الله. أموية التاريخ والتيجان. وستبقى أموية التاريخ والتيجان برغم أنف كل من يحاول أن يزيف التاريخ، برغم أنف كل من تواطأ فتنازل فسمح لهم بالتمدد على حساب حضارة عربية وإسلامية لا يمكن لها أن تندثر ولا يمكن لأبنائها أن ينسوها يوما من الأيام. زادك الله رفعة ومجدا شاعرنا العزيز أستاذ بشير. أستاذ بشير هل أنت معنا؟ معنا معك أستاذ مصطفى. نحن معك. أنا معك. زادك الله مجدا. الآن سنخرج إلى فقرة شعرية من خلالها أنا وأنت والسادة المشاهدون نتعرف على شاعر آخر. نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام الآن حتى نتابع قصيدة للوطن، نتابع هذه الفقرة ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حملت قافيتي متاعب وصفي ومضيت للمعنى لأكمل نصفي. حملت قافيتي متاعب وصفي ومضيت للمعنى لأكمل نصفي. وقد اخترعت من الأسى أوزانه والجوقة الحمقاء تفسد عزفي. بالشاعر المغمور تبدأ رحلتي، يأبى طريقا فيه شبهة عطفي. ماذا يريد المترفون، ماذا يريد المترفون من الذي لولا قصائده لكان المنفي؟ أمضي أحاول أن أحدد وجهتي، لكن ريح الحزن تتقن أصفي. لو كان في نفط الجزيرة مورد أرتاح فيه لكنت أول ضيفي. لا الأرض أمي، لا القبيلة والدي، هل كان إثما أن نطقت بأفي؟
إني تعبت من القصائد كلها وجعلت آخر ما أقول بنزفي، فلمحت في المدن العتيقة دمعة والناس تحسبها سحابة صيفي، وأعدت طرفي كي أحقق غاية، فعجبت أن الحال ليس كوصفي، في هذه البلد الكريمة عادة لا شيء يرجع مرتين لطرفي. كتبي على رف الغبار حزينة. حلو. والهجر أن ترتاح فوق الرف. كتبي على رف الغبار حزينة والهجر أن ترتاح فوق الرف. ماذا سأكتب والحروف متاهة نحو الضياع يشد حرفي حرفي. حاولت بالغزل العفيف تعلة لكن هذا الدهر ليس بعفي. كم فرقتنا بالظنون عقولنا ثم اجتمعنا باستدارة دفي. إني قديم البحث بين دفاتري عمن يجيد البوح قبل الخوف. قم أيها المغمور غني لأرضنا فالكل مشتاق لرقصة حتفي. نقح بكاء المتعبين وغنهم لحنا يعين الإلف وصل الإلف. كم ضاعت الأيام حول سؤالنا هل يقتل العشاق غير العرف. قم أيها المغمور أخبر أهلنا البحر لا يفنى بطول الغرف. سيظل في البحار شوق غامض للمرفأ المجهول حيث الجعف يمضي على درب الليالي فكرة فيرى النجوم تشع تحت الخف ويقول دع للمترفين نجومهم فأنا نجومي في مداري أكف. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا، حياكم الله يا أحباب بيت القصيد. إلى كل محبي اللغة العربية وكل من التحق بنا الآن، ضيف هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، معنا عبر سكايب من مدينة كلسة التركية الشاعر السوري الجميل بشير الصالح. سيد بشير، وقبل أن نذهب إلى الشعر إلى الأسئلة مجددا، ما رأيك؟ تفضل أستاذ مصطفى، تفضل. سؤال قد يكون مثار إشكالات ويفتح أبوابا للتأويل، ولكن أريد إجابتك التي تمثلك والخاصة دون أدنى تأثر برأيي أو برأي أي ممن يخالفك هذا الرأي. أنا الآن ألعب دور الرأي البديل، ولك أن يكون لك رأي مماثل أو يكون لك رأي يعني مشابه ومطابق. الشعر في زمن التكنولوجيا، هل ترى أن الانحياز من الجمهور يكون للقصيدة أم يكون لكاتبها، أم أن المسألة تتراوح ما بين بين؟ أستاذ مصطفى، يعني دائما هناك انطباع للشاعر نفسه. نعم. يعني أنا مثلا إذا قرأت لمصطفى مطر قصيدة واثنتين وثلاثة وعجبت مصطفى مطر سيبقى عندي انطباع، في أي مكان أشاهد فيه مصطفى مطر سأنتبه، سأستمع، سأعجب. لكن في النهاية الكلمة تثبت نفسها. نعم. القصيدة تثبت نفسها، الإنسان يتفاعل مع الشاعر، لكن حين يقلل هذا الشاعر من مستواه أو يختلف مستواه فصاحب الحس وصاحب الذوق سيميز الغث من السمين. هل هذا يقودنا إلى فكرة التفاضل والتخير مثلا التي يلعبها مثلا الجمهور؟ هل هذا ما تود أن تأخذنا إليه؟ أستاذ مصطفى، أنا بالنسبة لي لا أعتبر عامة الجمهور هو الحكم. عموم الجمهور يتأثر، الناس كلها تحب الشعر، كل الناس تتأثر بالشعر، لكن هناك فئة ذواقة للشعر. أنا حين أنشر شيئا أنتظر في كثير من الأحيان تعليق فلان من الناس، لأنني أعتبر تعليق فلان هذا تقييم لما أكتبه. أحسنت. أسر بالثناء وقد أتضايق أحيانا من عدم الثناء كأي إنسان آخر، لكن هناك أشخاص في نظري هم يعني البوصلة التي دائما أتحراها حتى لا أخرج عن جادة الشعر
نعم. قليلا أو كثيرا. إذن الفكرة بنوعية من يمر على هذه القصيدة، لا بكمية من مروا وقرأوا وعلقوا، الفكرة بنوعية من يحضر لقراءتها من الشعراء الكبار النقاد إلى آخره. هل هكذا ما قصدت؟ الفكرة هي بالنوعية طبعا، العدد محترم وكل جمهور الشعر محترم وكله يعني على العين والرأس، لكن هناك أشخاص دائما أي شاعر حين يكتب ينتظر هؤلاء الأشخاص أن يقرأوا ويعلقوا ويترقبوا تعليقهم بلهفة. نعم، يقال أنه في الأثر، ولست متحققا من صحة هذه القصة، ولكن تقال أحيانا على سبيل الاستشهاد يعني من باب الترغيب والترهيب، يقال أن إبليس، والآن أذكر لك الشاهد من هذه القصة يعني أو النقطة القاسم المشترك، يقال أن إبليس أراد أن يغفر الله له، فبعدما ذهب موسى عليه السلام يطلب من الله أن يغفر له، قال له قل له أن يذهب إلى قبر آدم ويسجد له، فذهب موسى عليه السلام مخبرا إبليس أن حتى يغفر الله لك اذهب واسجد أمام قبر آدم، قال لم أسجد له حيا أسجد له ميتا. القصد أن هناك إشكالات قائمة لا يمكن حلها، لا يمكن حسمها، لا يمكن محوها أو إخفاؤها من واقعنا. مثلا وجود جهة مؤيدة ووجود جهة معارضة، لا يمكن لجهة أن تخفي الجهة الأخرى. السؤال هنا أو الشاهد في هذا الموضوع، لماذا نجد في جمهور الشعر من يصرفون الكثير من الوقت، الكثير من المشاحنات على محاولة إثبات فرضية أن هذا اللون أفضل، إثبات فرضية أن النثر ليس قصيدة، أن الحداثة تؤثر بالشعر، أن إلى آخره. ما الذي سيعود علينا أو ما الذي سيعود على جمهور الشعر وعلى الشعراء من وراء مثل هذه المساحات الواسعة من الجدل؟ ربما أنا أختلف معك بهذه النقطة. هذه السجالات أنا في رأيي الشخصي هي يعني تضفي حيوية على الشعر. نعم. دائما أي موضوع إذا أثير فهذا يجعل فيه حيوية، يجعل الحياة تدب فيه من جديد. نعم. وهذه السجالات لم تنتهي، يعني هذه موجودة منذ بداية الشعر. لكن أستاذ بشير اسمح لي، بعض هذه السجالات أحيانا يعني تتحول إلى احتقان وإلى احتراب وإلى اختلاف، وربما تصل إلى يعني انسلاخ شاعر عن شاعر، أو تصل إلى درجة العدائية للأسف. هل هذا أمر صحي؟ طبعا هو في العلاقات الشخصية غير صحي، لكن بالنسبة للشعر نحن يعني عبر تاريخ الشعر الطويل رأينا جرير والفرزدق والراعي، رأينا قبلهم امرئ القيس وفلان وفلان. نعم. كيف كانت تدور بينهم الهجاء، ثم في النهاية يعني هذا الهجاء أو هذا التناكف أو هذا التضاد في النهاية هدفه الشعر. هذا جلب لنا ذخيرة كبيرة من الشعر العربي لم تكن لتوجد لولا هذا النوع من التضاد والهجاء وما شابه ذلك. لكنهم أستاذ بشير اسمح لي أسف على المقاطعة، كان تضادهم وخلافهم خلافا شعريا، فكل منهم يقول رأيه بقصيدة بشعر أصبحت تراثا وموروثا لاحقا نحن نتعلم ونستفيد منه، لكن نحن نتحدث عن الهرج والمرج القائم والذي لا يعود بطائل يقول جمهور من الشعراء. ماذا تقول أنت؟ أنا أقول أن أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحسنت. هذا الهرج والمرج، ما كان منه صحيح ومفيد سيبقى، وما كان منه يعني عبثا ولغوا سوف يذهب ويطمحل لوحده. إلى قصيدة جديدة تقرأها علينا بشير الصالح الشاعر السوري، تفضل، ماذا ستقرأ علينا الآن؟ لك المنبر، تفضل صديقي. لا أعرف يعني أن أعود إلى مواضيع الوطن أم نبتعد. اقرأ ما تحب، لا مشكلة. أقرأ ما تحب. نعم، سأقرأ يعني شيئا من الوجدان. إلى وجدانيات بشير الصالح. عار وليس سوى الهموم ردائي، مستوحش إلا من البلواء، يبكي الطيور على الغصون تأوهي، ويثير حزن الكون صوت حدائي. إيه. وأنا رهين المحبسين، الله،
وأنا رهين المحبسين وما يزال الليل والآلام من ندمائي. وأنا رهين المحبسين وما يزال الليل والآلام من ندمائي. وأنا الضعيف فلست أملك حيلة، وتكالبت بجموعها أعدائي. يا ربي يا ربي، ما لي غير بابك موئل، أنت الملاذ ومنك منك دوائي. إن أطلق الأعداء نحوي أسهما، جابهت أسهمهم بسهم دعائي. يا الله. أو ضيقوا بجهودهم حلقاتها، فالله يفرجها بلا استثناء. الله الله الله، دائما يفرجها بلا استثناء، شاعرنا الحبيب بشير الصالح. سنخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل معك. إذن مشاهدينا الكرام، الآن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين، ونذكركم بضيف هذا العدد من بيت القصيد معنا عبر سكايب من مدينة كيلس في تركيا، الشاعر السوري أستاذ بشير الصالح. أستاذ بشير، مجددا دعني أطرح عليك هذا السؤال. الحلقة اليوم كلها حلقات صراع وكلها إشكاليات، لكنها ومن المؤكد بإذن الله ستنعكس على كل من يتابعوننا بفوائد جمة بجميل تشريفكم ووجودكم معنا في هذا العدد من بيت القصيد. دعنا نتحدث عن فكرة النثر. هل النثر يمثل خطورة ويشكل خطورة على الشعر العربي بشكله المعروف؟ أنا لا أعتقد أن النثر يشكل خطورة على الشعر إلا في حالة واحدة، ألا وهي حين يكتب شاعر كبير نثرا وينتمي إلى قصيدة النثر. في هذه الحالة فقط أنا أخشى على الشعر من النثر. حين أقرأ نصا نثريا لشخص يدعي الشعر، نعم، أو يقول أن هذا النص هو شعر، لا أتأثر كثيرا. نعم. حتى ولو كان في هذا النص من الصور والبيان ما فيه، لكن حين أكمل. حين يبتعد شاعر مجيد عن الشعر ويبدأ بكتابة ما يسمى بقصيدة النثر، فحينئذ أنا أخاف على الشعر. هل تنطبق عليه هنا الاستشهاد بآية أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نعم، ربما أنا يعني في هذه النقطة أعتب على شاعر شاب من مدينة منبج، هو شاعر كتب في الشعر التقليدي. دعنا لا نذكر الأسماء، الرسالة. نعم. ربما تصل إليها الآن دون أن نذكر الأسماء. نعم، وكتب في التفعيلة، كتب قصائد يعني جميلة جدا، ومنذ فترة تحول إلى النثر، يكتبه نثرا بديعا، لكن أنا لا أستطيع أن أسميه شعرا. وبنفس الوقت أخاف على الشعر من هذا النثر، لأنه بيد كاتب، بيد شاعر كبير. نعم، النثر نثر والشعر شعر، لا يمكن للوحة رسمها رسام أن نسميها أغنية، لا يمكن لمقعد أن نطلق عليه صاروخ فضائي، وكذلك النص المكتوب نثرا هو نص منثور، وكذلك نص الشعر الذي يلتزم بحور الخليل وأوزانه وقوافيه يسمى قصيدة، لكن هناك قصيدة متدنية وقصيدة مرتفعة أو محلقة، قصيدة تصنف من الشعر الرديء وقصيدة عالية. هل أنت مع أصحاب هذا التوجه؟ بالطبع، يعني حتى الشاعر نفسه أحياناً يكتب، لا يكتب دائماً بمستوى واحد،
نعم. تراه يحلق أحياناً وتراه ينحدر، شأنه شأن الطائر. ربما نكون أكمل حتى ننطلق إلى مسألة أخرى. تفضل. وأحياناً اهتمام الجمهور أو اهتمام القارئ هو الذي يجعل هذا التقييم. يعني أنا بحسب اهتمامي أنظر إلى قصيدة الشاعر الفلاني فأعتبرها محلقة، ثم أنظر إلى قصيدة أخرى في موضوع آخر لا أهتم به فلا أعيرها بالا. إذن الفكرة هو اصطفاف حول أشخاص على سبيل على حساب النص أحياناً، وهذا موجود. إذن أنت تقر بوجود هذا الشيء؟ هذا موجود، لكن في النهاية هذا لا يثبت كما قلت لك. لا يعني فأما الزبد فيذهب جفاء. نعم، أما الزبد فيذهب جفاء. أحسنت. دعنا نذهب إلى أمور مختلفة وإلى حديث من نوع آخر أستاذ بشير. نجد أحياناً شعراء أبدعوا بالوصف، أبدعوا بالنقل، أبدعوا بالحفظ، أبدعوا بالابتداع والتأويل والتأليف وتجاربهم الشعرية عظيمة، لكن حينما تضعهم الحياة أمام اختبار الشرف والكرامة والأمانة والأمة والانتصار إلى قيمها السامية تجدهم ينأون بجانبهم إلى ركن شديد أو يعتزلون. ماذا نقول بهؤلاء؟ ماذا نقول بهؤلاء؟ أقول لهم: من لامكم فهو لكم ظالم، ما أنتم إلا من الناس. هذا ما قاله الشاعر القديم. الشاعر من الناس، تجد الناس منهم من ينحاز إلى الحق ومنهم من ينحاز إلى الباطل، والشاعر في النهاية هو بشر من البشر، ممكن أن يكون على حق وممكن أن يكون على باطل. نعم. ولو نظرنا في تاريخ الشعر العربي لوجدنا أمثلة كثيرة، يعني المتنبي على روعة هذا الاسم وعلى تألقه لم يكن يفرق بين حق وباطل، هذا في رأيي الشخصي يعني. ويقال إنه تملق بعض الحكام والزعماء. نعم. والملوك إلى آخر، لكن هذا لم ينقص من شعره ولا شعريته. نعم نعم، لكن ينقص من قيمته الإنسانية، وفي النهاية الإنسان هو الأساس. نعم، الإنسان هو الأساس. عن إنسانيته حتى لو كان شاعرا كبيرا فهذا في رأيي الشخصي يعني لا يستحق الاهتمام. الإنسان هو الأساس. وقبل أن نذهب إلى الإنسان وإلى سوريا التي تحتضن هذا الإنسان ويشتاق إليها، قبل هذا خذنا إلى قصيدة جديدة. إلى سوريا التي نشتاق إليها. نعم، تفضل. أي شيء أشد ظلما وقهرا بعد قتلي من أن أهجر قسرا؟ إيه؟ يا بلادي شممت ريحك مسكا ووطئت التراب تبرا ودرا، كنت أرجو الحياة فيك ولكن جعلوا العيش في رحابك قبرا. لست أحيا كما العبيد فنفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الله. لست أحيا كما العبيد فنفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. يشهد الله أحرق البعد قلبي وأحال الفؤاد نارا وجمرا، غير أني على الفراق لجلد إن عندي مع التصبر صبرا. إن عندي مع التصبر صبرا، دام هذا الصبر ودام هذا الحب. هل انتهى النص؟ انتهى النص. ولكن شجونك ولكن حبك لبلدك لا ولن ينتهي أستاذ بشير. إلى سوريا الآن، ودعنا نتذكر جولاتك في الحارات العتيقة وأنت تقبل أرض المسجد الأموي الذي ترفض أن يتفرس، وإنما تعترف وتقر وتعزز وتؤصل فكرة عروبية هذا المسجد وهو لكل المسلمين وكل الأحرار في كل العالم. دعنا نتحدث اليوم عن فكرة سوريا في وجدان كل ثائر، كل باحث عن الحرية. ما هي سوريا وكيف تتخيلها؟ حقيقة سوريا هي الوطن في النهاية، وأخيرا سوريا هي الوطن. وأنا أتصور سوريا التي لا تفارقني. سوريا هي وطن الحضارة، سوريا هي وطن العرب، وطن المسلمين. سوريا هي أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد، نور الدين الزنكي، عماد الدين الزنكي. سوريا هي صلاح الدين الأيوبي. سوريا هي فلسطين،
هي مصر، هي اليمن، هي شبه جزيرة العرب، هي العراق. أحسن. سوريا ليست هي للعرب جميعا، للمسلمين جميعا، هي تاريخنا القديم وحاضرنا ومستقبلنا إن شاء الله، ولن نتخلى عنها إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالي ما قبل الأخير أستاذ بشير، لأن الوقت أوشك يعني ينفد، دعنا نتحدث عن فكرة الشعر. ما الذي يريده بشير الصالح من الشعر أولا؟ أنا أريد من الشعر أن يعبر عن ذاتي. أنا حين أكتب شعرا أنا أتنفس. نعم. الشق الآخر من السؤال ذاته، هل أتممت إجابتك؟ أكمل. أريد أن أتنفس، أريد أن يسمع الناس، أريد أن أوصل فكرة إلى الناس. نعم. أريد أن أوصل إليهم إحساسا، أريد معهم أن يعني يسعدوا معي، ولا أريد منهم أن يحزنوا معي. الشق الآخر من ذات السؤال، باعتقاد بشير الصالح، ما الذي يريده الشعر منه؟ ربما ما يريده الشعر أكثر مما أستطيعه حقيقة. إلى الآن أنا لست يعني لا أعتبر نفسي شاعرا، رغم كل الإطراء الذي تفضلت به، لكن لا يا أعتبر رجل. نفسي شاعرا، أعتبر نفسي يعني محبا للشعر. كفاك تواضعا يا رجل. أنا لا أستطيع. أجب على سؤالي. لا أستطيع. كفاك تواضعا، لا تدعي هذا الإسهاب والإكثار من التواضع، يعني ليس يعني فيه منقصة من قدرك وحقك. أنت شاعر مجيد ومؤثر ووجدانياتك عالية، وهذا رأيك كمتلقي ومتذوق، بعيدا عن كوني مقدما لهذا البرنامج. أنا أكبر فيك، يعني أكبر هذا الرأي أستاذ، وأعتز به حقيقة. يعني هذا يرفع من شأني، كلامك الذي تقوله يرفع من شأني، لكن يعني أنا أطمح لي أن أكون بمستوى الشعر. ما يريده الشعر هذا كثير. الشعور جميل على فكرة يا بشير، هذا الشعور، شعور دائما أن هناك شيئا ما ينقصني، هذا يجعل الشاعر دائما في حالة غليان وتحمس لا يمكن لها أن تنطفئ. هذا أسلوب عقاب الذات دائما والبحث عما هو أفضل، هو الذي سيجعل روحك الشعرية متوهجة أكثر، ولا شك في هذا. أمل ذلك، أمل ذلك. إلى القصيدة الختامية ومسك الختام، ماذا ستقرأ علينا مسكا لختام هذه الحلقة من بيت القصيد؟ تفضل بشير. سأختار يعني وجدانيات أيضا. إلى القصيدة الوجدانية التي ستختم بها، أسمعنا وأطربنا، تفضل. قل لحبي بأي نيل وصالة قبل أن يفعل المشيب فعالة، إيكن أزمع الفراق وأبدى بصدودا فإن شيئا بدالة، إيكن أزمع الفراق وأبدى بصدودا فإن شيئا بدالة، تيم القلب في هواه قديما وسباني بنظرة قتالة، بعد أن أحكم الوداد رويدا قطع الحبل بيننا في عجالة. أشبه البان قده إذ تثنى وحكى الريم حسنه ودلاله، أشبه البان قده إذ تثنى وحكى الريم حسنه ودلاله، لم أكن أنظم القريض ولكن حرض القلب أن يقول فقال، إنه العشق حين يغزو قلوبا ليس في القوم من يرد صياله، هكذا عيش من يحب، فعمري قطع البين والنوى أوصاله، هكذا عيش من يحب، فعمري قطع البين والنوى أوصاله، أنا من جابها الغرام بجهل، الله، ليت شعري قد كان مالي وماله، راحة القلب أن يعيش كفافا بهوى الغيب لا عليه ولا له، بهوى الغيب لا عليه ولا له، وإنما لك الكثير وعلينا الأكثر، وعلينا أن نحب مثل هذه الأساليب العذبة التي
يعني تنفذ إلى أو تنفذ إلى القلوب مباشرة. لفضة فوك شاعرنا وضيفنا الجميل بشير الصالح، للأسف انقضى الوقت، وأظل أن أسألك سؤالا سريعا، رسالتك إلى كل صاحب قلم حر وإلى سوريا التي تحبها، تفضل. إلى كل صاحب قلم حر أقول له استمر واصبر، وفي النهاية إن الله مع الصابرين وأن النصر قريب إن شاء الله. وإلى سوريا النصر قريب إن شاء الله، وستعود سوريا أفضل مما كانت إن شاء الله بأبنائها وبأحرارها وبمحبيها من كل أنحاء العالم إن شاء الله. شكرا يا أستاذ بشير على هذه الحلقة الممتعة جدا، وكانت مميزة برفقتك. كل الشكر لكم أستاذ مصطفى ولقناة الرافدين، وأتمنى أن أكون يعني جاريتك قليلا في تقديمك وفي أسئلتك وفي مستواك الثقافي والعكس يا صديقي الشعر. كنت رائعا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك الشاعر السوري الجميل بشير الصالح، كنت ضيفنا من مدينة كيلس التركية، وبإذن الله تعود إلى وطنك الذي تحب وكل الأحرار سالما غانما معافى، تخبر أبنائك وأحبابك عن ذكريات تتمنى ألا تعود، وأنت ترجع إلى ديارك ذكريات الظلم والظلام تدفن إلى الأبد حينما تطأ قدمك الطيبة أرضا هي التي أورثتك هذه الطيبة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.